هي المنطقة. نشاهد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوات خاصة إسرائيلية الآن تعتلي المنازل أسطح العمارات المحيطة في هذه النقطة وتشهر سلاحها في وجه المتظاهرين الفلسطينيين ويعودون للاختفاء مرة أخرى داخل هذه البناية. هناك قناصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي ظهروا قبل قليل فتراجع المتظاهرون إلى الوراء، عدد كبير من القناصة أهل الآن يظهرون مرة أخرى، نشاهدهم من خلف الدخان، هناك قناصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يعتلون سطح أو طوابق هذه البناية. انتشار كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل ظاهر كما يظهر في الشوارع وبشكل مخفي كما يجري في البنايات السكنية غير المأهولة المحيطة في المنطقة التي يتواجد فيها المتظاهرون الفلسطينيون. إذن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر قواته بأكثر من شكل في هذه البلدة، هناك من يظهرون داخل الآليات العسكرية الإسرائيلية وهناك من يختبئون داخل البنايات وهم قناصة لجيش الاحتلال الإسرائيلي يصوبون بنادقهم الآن باتجاه المتظاهرين الفلسطينيين الغاضبين. جيش الاحتلال جلب المزيد من التعزيزات العسكرية الإسرائيلية لهذه البلدة، يمكننا أن نشاهد هنا في هذه الصورة جيش الاحتلال جلب المزيد من الآليات العسكرية والآن يقفون على بعد 50 مترا من المتظاهرين الفلسطينيين الغاضبين على استشهاد شاب برصاص مستوطنين خلال هجوم نفذه المستوطنون على هذه البلدة. المتظاهرون الفلسطينيون سرمد قاموا بإحراق كل ما وضعه جيش الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه البلدة للسيطرة عليها، هذه البوابات الحديدية التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق البلدة على الناس، قام المتظاهرون بخلعها وإحراقها وإحراق أيضا الثكنات العسكرية المتحركة التي ينقلها جيش الاحتلال الإسرائيلي من شارع إلى آخر خلال تواجده في هذه البلدة. حالة كبيرة من الغضب سرمد وجيش الاحتلال عزز من وجود قواته والمتظاهرون تزداد أعدادهم ويقومون بإشعال